السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي اعمل لير. لير بتفيدني في ايه يا جماعة؟ في اني اميز الحاجة عن بعضها. يعني ممكن اعمل الكشافات بلير، ممكن اعمل الوايرنج بلير، ممكن اللير تفيدني برضو في حالة ان المهندس المعماري مثلا عامل اساس والاساس وعامل السراير باينة، وعامل مثلا المهندس المدني والانشاءات عامل العواميد باينة. الحاجات دي كلها انا مش عايزها معايا تظهر معايا في الرسمة، الرسمة تبقى دسمة تمام، فانا مش عايز الحاجات دي كلها تظهر معايا في الرسمة. فانا عايز حاجات بسيطة بس هي اللي تظهر كالجدران والحاجات دي عشان اعرف احط السوكتس بتاعتي واحط المفاتيح بتاعتي واحط المخارج بتاعتي تمام. فانا ممكن اطفي اللايرز ديت كلها وابدا اخلي حاجات معينة هي اللي ظاهرة. حاجة تانية برضو ممكن اعمل اشكال معينة بلاير معينة بحيث ان انا لما اجي اخفيها اي ابقى مرتاح. مثلا انا عندي لو نفترض مثلا ان ديت حجرة مرسومة باللير ديت تمام. تمام اللير دي عشان اعمل لير جديدة بكتب ال ايه الانجليش طبعا انتر، فظهر لي القايمة ديت من الضغط هنا نيو لير اعمل لير جديدة. ممكن اختار اللون بتاعها اخليه احمر او برتقاني ايا كان على حسب حضرتك، ممكن تسمي اللير لامبس مثلا كشافات تمام. عايز حضرتك تستخدم اللير دي تبقى تضغط عليها دبل كليك لحد ما يعمل عليها الصح كده، يبقى انت كده ايه شغال باللير البرتقاني تمام. هاجي اعمل دوائر، بعض الدوائر كده كرمز الكشافات ماشي، واعمل سي بي ليها وليكن دي مجموعة من الكشافات موجودة في حجرة معينة أو في طرقة معينة أو في مكان معين تمام. عايز أطفي الكشافات دي أعمل إيه؟ هضغط على ده اللمبة دي، أول ما تطفي هيقول لي أنت متأكد إنك عايز تطفي اللير اللي أنت شغال بيها؟ أه عايز أطفيها تمام كده. ليه بيقول لي كده؟ لأن حضرتك لو جيت رسمت دلوقتي لاين مثلا كده، اللاين ده اترسم خد بالك بس هو مخفي مش ظاهر، اول ما تيجي تظهر اللير تظهر اللير هتلاقيه تمام كده تمام. فعشان كده بيسألك. طيب الحاجة التانية القفل، القفل ده لو قفلت حضرتك اللير معنى كده ان اللير ديت مش هتتمسح، محدش يعرف ايه يمسح، لو جيت تعمل ديليت ما تتمسحش ايه معاك. ده بصفة عامة الليرز وشغل الليرز ومدى الاستفادة من اللير. عندي افتح اللير ديت علشان تتمسح معايا، عندي رسمة زي دي تمام. عايزين نرسمها على الرسمة عبارة عن مجموعة من السوكتس، دي سيركت، دي مجموعة من السوكتس على سيركت، ودي مجموعة من السوكتس على سيركت تانية، وعندي دي البانل اسمها السب ديستريبيوشن بانل بتاعتي تمام. عايز ارسم الرسمة ديت على الكاد تمام. تمام في البداية بخلي اليونت بتاعتي انها تشتغل بالميتر يو ان انتر، هقول له والله خلي لي الدنيا ايه بالميترز مثلا او خليها بالانش زي ما انت حضرتك ايه عايز. بان اللي هو اليد عشان اوسطن الرسمة كده تمام واخرج منها. هاجي حضرتك ارسم عايز لاين 20 متر، هقول له ال اقول له اتفضل حضرتك ادي 20 انتر، انزل لي هنا 20 انتر، يمشي لي كده 20 انتر، اطلع لي كده 20 انتر، واسكيب عشان احصل على الشكل ده تمام. تمام هو كان قايل لي اني هناخد في المنتصف هنا الخط ده، يعني قول على العشرة، سيبك بقى من 10 هو اصلا هيبقى معايا اسناب تمام موصل معايا الايه الخط. استاخد من هنا الاول لهنا، وبعدين اخد من هنا لهنا، كده حصلت على الشكل الايه العام بتاعي من بره تمام. تمام الديستريبيوشن بانل بورد ديت او الديستريبيوشن
سب ديستريبيوشن بورد او بانل، سب ديستريبيوشن بانل عايز ارسمها. هعمل هنا كده خط ال، اطلع حته صغيره كده، اجي هنا واقوم نازل هنا. طبعا الخط مش تمام، هحذفه تاني. تمام كده، تمام. عايز اخشرها نصين، حضرتك تقوم شادد خط من هنا عشان تعمل عملية تشييد التأشير، فانكشن اف 8. تمام. واقول له اتش اللي هو الهاتش، هاتش ده خلاص كده. طيب انا عايز الهاتش ده المسافات اللي بين الخطوط دي تبقى كبيرة، حضرتك تضغط عليه كده وتجيب حاجة اسمها السكيل ده، ماشي. خليها مثلا ايه زي ما انت عايز، ممكن نخليها 5. تمام، وابلاي تلاقي المسافات ايه وسعت معاك. تمام كده. طيب عايز اكتب كلمة اس، الاس دي بي، الاس دي بي عايز اكتبها، اكتبها ازاي؟ قلنا ان احنا خدنا رمز تكست، تكست انتر. عايز تكتب فين حضرتك؟ اقول له هنا والله. تمام، واكتب حروف كابيتال سب ديستريبيوشن بانل، متشكر جدا، صغيرة قوي بالسكيل اللي احنا عارفينه. اس سي انتر، اختارها، احدد النقطة اللي هكبر منها، اقول له كبرها مثلا 3 مرات. اقول له مثلا ام الاول موف، هاتها لي هنا حضرتك، جابها لي هنا. اكتب رمز البان، البي اي ان، او امر البان عشان اجيب الرسمة هنا. تمام. في عندي امر عايزك تعرفه اللي هو الزد انتر اي انتر، او الاي انتر زد انتر، زد انتر اي انتر، ده بيخلي لك الرسمة بتاعتك تبقى في ايه، في الصفحة كلها، في ملء الصفحة اللي قدام حضرتك. تمام كده، متهيألي الكلمة بقت مناسبة شوية، بس عايزة تيجي يمين شوية بام تاني كده عشان تملك ان هي تتحرك. حاول تكبر الرسمة على قد ما ايه ما تقدر. تمام، طيب هو كده اتحرك معايا، دي الاس دي بي، ماشي. عايزين دلوقتي نشوف في معانا ايه على بعد 2.5 متر سوكت، وبين السوكت دي والسوكت دي 5 متر. تمام، طيب انا عايز اجيب مسافة هنا 2.5 متر، 2.5 متر، اعملها ازاي؟ والله هقوم جاي من هنا شادد خط كده لفوق على امتداد، تمام، واشد خط كمان منين؟ من هنا، واقول له امشي لي كده 2.5. يبقى انا كده علمت المسافة بتاعت 2.5. تمام كده سيدي، تمام. ممكن انزل بخط من هنا كده علشان احط السوكت بتاعه، بعد كده اشيل الحاجات دي. طيب انا عايز اعمل رمز السوكت، رمز السوكت ده ممكن تعمله بكذا طريقة، عندك دايرة نصين، نص دايرة، عندك ارك ممكن تعمله بالارك، ارك كده كده كده. تمام، وتقول ايه، ترسم خط من هنا كده وتطلع فوق عمود يا سيدي. طيب انت كده عملت رمز الايه، رمز السوكت بتاعك. ممكن بقى عشان اسوي الطرفين دول مع بعض، او اعمل كده ومشيها، وبالامر ترم اللي احنا عارفينه التي ار دبل انتر، وجاي هنا كده ايه مترم دي، وهنا حذف دي. يبقى انا كده حصلت على مين، على رمز السوكت. طيب هو بيقول لك انا عايزك تعمل لي سوكت هنا، وعلى بعد 5 متر تعمل لي سوكت تاني. 5 متر يعني 2.5، ودي 2، احنا عارف ان دي كلها 20، ماشي. 5 متر يعني 2.5 هنا كمان، واخد اللي انت بالك؟ يعني هو عايز يعمل ايه، عايز
اول حاجه هعمل روتيت للسوكت دي كده اهو، في الحل ده نخليها ايه خطوط قايمه عشان يعمل الروتيت ديت زي ما فوق. سي بي يعني اطبع لي ديت، هاخدها من هنا كده حطها لي هنا كده عند الانترسكشن ده. تمام. طيب انا عندي رمز كان اسمه اكستند، او امر كان اسمه اكستند اللي انا عارفه. اي اكس دبل انتر يجيب لي ديت على ايه، على مكانها. عايزها تصغر شويه، طيب معلش يصغرها لي شويه بالاس سي. تمام، وقول لي صغرها لي مثلا 75%. لا برضو عايزها كمان شويه من هنا، مناسبه ولا مش مناسبه؟ مناسبه. طيب هقول له ممكن حضرتك تقول لي موف ليها منين يا فندم؟ من هنا، حطها لي على الانترسكشن ده. تمام. شيل لي دي. عايز اعمل اتنين، واحده كمان هنا على اتنين ونص. هعمل ميرور ام اي. تمام، عملت الميرور بتاعي. طيب عايز تعمل لها ميرور منين؟ اقول له والله من الميد بوينت بتاعت ايه، بتاعت الخط ده. هجيب الاسناب واشيل موضوع النيرست ديت، لان النيرست دي بتشوشر عليا وانا شغال. ام اي ده انتر، منين حضرتك عايز ده الميد؟ مش عايز اجيب الميد بوينت هنا. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ اقوم شادد خط ال من هنا كده في الطول ده، ديت كده 10 صح، واخليها 5. اقوم نازل خط هنا عشان اعمل ام اي ميرور لدي. هيقول لي فين؟ هقول له هنا كده واقول له انتر، يقول لي متشكرين. شيل دي وكده عملت حضرتك الاتنين سوكت اللي هما فين، ده وده. طيب عايز اعمل سوكت هنا وسوكت هنا، نعتبرهم في وسط الحيطه. ليه؟ لان هو كمان واخدها على 2.5 برضه. تمام. هنقول ال تمام من هنا كده، وبعدين امشي لي كده 2.5، وامشي انزل لي هنا اقول له متشكرين. طيب ديت كبيرة، هسيبني منها واخد كوبي من دي. واقول له ار او اللي هو روتيت، هيقول لي منين؟ هقول له من هنا يا ابني. احذف لي دي دل. طيب قريبين او من بعض، اصغر شوية علشان رسمي يبقى مظبوط. اصغر منين؟ من هنا. اقول له والله خليها للنص مثلا، نازلة معاك. طيب في معاك تي ار دبل انتر، طير الحاجات دي. في هنا حاجة والله، في طيرها رقرة عشان يبقى رسمك مظبوط على المدى الايه البعيد والقريب. تمام. شيل لي دول، او شيل لي دي الاول، ما تشيلهاش، خليك تعمل سي بي الاول هنا كده لدي من هنا، حطها هنا وحطها هنا عشان تشيل الكبار دول. تمام، واعمل لدول روتيت ار او انتر.
نفس الأمر هنا. تمام كده، أنا عملت السوكتس بتاعتي قال لي على بعد 2.5، عايز واحدة هنا كمان برضو موزع لدي. تمام، اجي من هنا كده ارسم ال من اهو، واجي اقول سي بي اجي هنا كده اقول له ايه دل. خد بالك برضو ان هو عايز واحدة في ظهرها، فهنخلينا ايه، خلينا نعمل ميرور ام اي كده كده، عايزها حوالين دي ولا حوالين دي، اقول له تمام انتر. تمام، انا عملت شوية سوكيتس اهم بالطريقة اللي هو عايزها. طيب عايز الاتنين دول كمان قصادهم اتنين، ممكن اعمل ايه ميرور برضو ام اي لمين لدول، عايزهم حوالين ايه بقى، وروتيت من هنا كده من اللي قصادها دي مفيش فايدة، هو مصمم دل. ماشي، انا ممكن بعمل ايه، ادي ال خد امشي كده انزل لي كده 2.5، لا مش 2.5، 5 كمان 2.5 تحت يمشي لي كده، اقول له ميرور ام اي لمين لدول انتر على دي ودي، واقول له انتر ومتشكرين جدا يا فندم. تمام تمام، عملت كده انا اول سيركت تقريبا. تمام. طيب انا دلوقتي لو بصيت هتلاقي اني تقريبا الاوضه دي شبه الاوضه دي تقريبا، اتنين سوكت هنا واتنين سوكت هنا، واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، وادي ادي واحده وادي تقريبا شبه. تمام. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى، هقوم جاي عامل سي بي لمين لدول كده، تمام، ودول كده ودي كده، واقوم جاي متك انتر، يقول لي منين، اقول له من هنا، اقول له اهو. تمام كده تمام، يبقى انا دلوقتي عملت سوكتس هنا زي السوكتس هنا، ودي فايدة بقى انك ايه بتستخدم الاوامر فبتريح عليك كتير، الأوامر بتريح عليك إيه؟ كتير. تمام؟ تمام. طيب أنا عايز دلوقتي أعمل وايرنج عشان أعمل السيركتس اللي هو إيه؟ عاملها دي. سيركتس زي ما إحنا شايفين دي كده واصلة ببعضها، عايزين نعمل وايرنج ليها. طيب أعملها إزاي؟ ممكن حضرتك تستخدم الأرك، أدي الأرك. عايزين بس نعملها بواير تانية مثلا، وليكن الواير البيضة دي. لير البيضة ديت، تمام، هنا هنا هنا، تمام، ادي ارك، اقول له ارك تاني هنا هنا هنا، ادي ارك كمان. تمام تمام، قالك وادي ارك كمان كده كده كده، اقول له ارك كمان من هنا هنا
تمام، عايز اروح للديستريبيوشن بندر، تمام كده، تمام. هيروح للسب ديستريبيوشن بورد وهيكتب عليها السي واحد. ممكن حضرتك تعمل بقى سي بي من دي، تمام، وتقول له شيل بس الفانكشن 8 ديت، وتقول له ايه كوبي هنا، وتضغط عليها ضغطتين كده دبل كليك، وتسميها مثلا سي واحد، ويبقى انت كده ريحت دماغك. تمام. بعد كده عايز اعمل دي نفس القصه، اقوم عامل ايه كوبي ليها، ما هي دي هي دي، اعمل كوبي ليها سي بي، تمام. دي مين؟ دي ده وده وده وده، وقول له مثلا من هنا كده اهو، خلاص انتهى الامر. بقى عندك ادي السي واحد وادي السي اتنين. سي بي لدي جيبها لي هنا ضغطتين، تبقى دي السي اتنين، وانتهى الموضوع. تمام. اي انتر زد انتر زد انتر اي انتر، يجيبها لي في وسط الشاشة، تمام كده، تبقى انت رسمت الرسمة اللي ايه اللي حضرتك عايزها. يبقى انا كده عملت حاجة اسمها الكونسبتوال دروينج. الكونسبتوال دروينج ده اللي هو الرسم الاستشاري او رسم التصميمي اللي بيتعمل في المكاتب الاستشارية، او بنعمله في المكاتب ايه بتاعتنا، مكاتب الاستشارية او في مشاريع التخرج. بعد كده في بقى رسم تنفيذي اللي هو الشوب دروينج، وده ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم فيه. تمام. بكده انا اكون خلصت مع حضرتك معظم وافضل الاوامر او اشهر الاوامر اللي حضرتك بتستخدمها كمهندس كهرباء. تمام. في حاجات تانية ممكن تكون مش ما تعرضناش ليها، بس بالتجربة وبالتدريب ان شاء الله ما تخافش من البرنامج. البرنامج سهل جدا، حضرتك تقدر تتعامل معاه عادي جدا جدا. ارجو تكون استفدت. شير وسبسكرايب ودعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.